ما رأي فضيلتكم في طبيعة عمل قسم شؤون الموظفين التي تقتضي الحديث عن الموظفين وعن بعض جوانب أخلاقهم لنقله لوظيفة معينة أو لتسليمه عمل معين؟ المهم الأمور التي تقتضي الحديث عنه في غيابه. جزاكم الله خيرا. هذه أمانة ولا بد منها، لا بد من يتابع الموظفين ويقدر لأهل الجد والاجتهاد تقديرهم، وكذلك يعامل المفرطين والمتساهلين والمضيعين لأعمالهم، هذه أمانة ولا بد من وجود من يقوم بها. فإذا التزم الإنسان العدالة والإنصاف وعدم التحيز لأحد وعدم الهوى مع أحد فهو مأجور على ذلك، لأن هذا من الأمانة ومن النصيحة لولاة الأمور. أما إذا تحيز أو كذب في عمله أو تساهل أو تغافل فهذا غش لعمل المسلمين وفيه مفاسد عظيمة. الحاصل أن هذا العمل مع القيام به يؤجر الإنسان عليه، وفيه مصلحة عظيمة للأمة، وفي إهماله والتساهل فيه والميل مع الهوى فيه إثم عظيم. جزاكم الله خيرا.